ناري البنات، الماسك ديال اليوم خطير، كيبيض وكيفتح لك البشره وكيعطيك واحد النضاره خطيره. ومن اول استعمال كيفتح لك البشره 3 درجات. وإذا كنتي كتعاني من الهالات السوداء، التصبغات، البقع الداكنه، اللون ديال البشره ديالتك ما موحدش، ديري معايا الروتين ديالك اليوم وغتشوفي النتيجه من اول استعمال. وكنتحداك. اهلا الغزالات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم بزاف بزاف على التعليقات اللي كتخليو في حقي ملي كتجربوا وصفاتي وكترجعوا كتخليو لي التعليقات الزوينه، كنفرح بزاف. الحمد لله، اللهم لك الحمد، تعرفت بصاحبه الوصفات الصادقه والمجربه. وكيف قلت لكم ديما، راه مستحيل البنات نعطيكم شي وصفه ما ناجحاش ونقول لكم سيروا ديروها، عوض ما تقولوا لي الله يرحم لك الوالدين، تقولوا لي الله ياخذ فيك الحق. اليوم ان شاء الله البنات، الا عندك شي عراضه ولا جاتك شي خرج على غفله وبغيتي تفتيح وتبييض من اول استعمال، تبييض فوري، هذا الماسك والمؤشر ديالك اليوم غزال رائع بزاف بزاف، وفي متناول جميع مكوناته اقتصاديه، غيعطيك تبييض فوري، غيوحد لك اللون ديال البشره، غيحيد لك البقع الداكنه والتصبغات، والا عندك حتى الهالات السوداء حتى هما كيحيدهم وكيخلي واحد الرطوبه في البشره اللي ما نعاودش لكم عليها البنات، فعلا خطير بزاف. بالنسبه للمتتبعات الغزالات ديالي اللي كيتابعوني من الجاليه الاوروبيه من اوروبا، عندي لكم مفاجاه زوينه في نهايه الفيديو، خليكم معايا ومرحبا بكم عندي. وبالنسبه للمؤشر اللي غنشارك معكم اليوم، غنحتاجوا مبشور جوز الهند، الكوكا البنات اللي كنصاوبوا به الحلويات، الحلوى ديال الريشبوند المعروفه، غتاخدي منه غير معايا الكبيره. انا شاركت معكم بزاف المؤشرات بهذا الكوكا هذا، لانه كيعجبني، كيعطي واحد النعومه للبشره، مرطب طبيعي للوجه، صالح لجميع انواع البشره. غتاخدي منه معايا تكون كبيره، وغدي فعلها معايا صغيره ديال القهوه مطحونه، البن مطحون. انا كتعجبني المؤشر ندير فيه القهوه، علاش؟ لانه كينشط لنا الدوره الدمويه، كيعالج لنا الهالات السوداء، كيحيد الاوساخ، الجلد الميت، وفي نفس الوقت كيحفز لنا انتاج الكولاجين في البشره. بالنسبه لي انا كناخذ القهوه مطحونه من عند العطار، وكنديرها في هاد الاراعره كيتباعوا عند مالين 5 دراهم، وكنحطها في المجمد، فين ما كنبغيها كنجبدها كنستعملها. صافي، درت معايا الكبيره ديال مبشور جوز الهند اولا الكوك، وزدت عليها معايا صغيره ديال القهوه، غنضيف عليها معايا كبيره ديال عصير البرتقال. الموسم ديالو ومتوفر، من الاحسن اننا نستغلوه لانه غني بفيتامين سي اللي كيعطي واحد النضاره للبشره، كيضيع المسام الواسعه، كيعالج الحبوب البثور، كيحفز واحد الماده في الجلد اللي كتساعد على تبييض البشره. غضيفي غير معايا كبيره وغتخلطيها مع المكونات حتى كينسجموا مزيان. وبالنسبه لهذا المؤشر راه زوين، غيعطيكم واحد النعومه وواحد الرطوبه من اول استعمال. وغنضيفوا عليها معايا ملعقه ديال العسل، الا ما توفرش عندكم العسل ديروا ملعقه ديال ياغورت الطبيعي، المهم الا توفر العسل يكون احسن. المهم غندير انا واحد المعلقه صغيره ديال العسل، لانه كيضيع المسام، كينظف البشره من الشوائب، في مضادات الاكسده طبيعيه اللي كتعالج الشيخوخه المبكره. صافي، غنخلطوا كل شيء حتى كيولي عندنا مؤشر اللي غيحيد لنا الجلد الميت، وفي نفس الوقت غيحفز لنا انتاج الكولاجين، كيولي القوام ديالو على هذا الشكل هذا. ودابا ان شاء الله ندوزوا للتطبيق باش نشرح لكم اكثر كيفاش تستعملوا المؤشر. بالنسبه للمؤشر صافي كطبقي على وجهك. وبالنسبه للمؤشر البنات، راه كنشارك معكم بزاف المؤشرات، يعني ما تقيدوش بهذا الا ما عندكمش المكونات ديالو، ديري اي مؤشر، الاهم عندي هو الماسك، انك ديري معايا الماسك. بالنسبه للمؤشر راه كديري 2 مرات في الاسبوع، فهي كافيه باش كتحيدي كاع دوك الاتربه، الاوساخ، الاشور، الجلد الميت، وفي نفس الوقت ملي كديري الماسكات كتبقى البشره كتفاعل معاك. المهم الغزاله ديالي، غنطبق المؤشر على البشره ديالتنا بحال هكا كامله، ما تنساوش حتى تحت العينين، لان داك فيتامين سي راه كيحفز لنا انتاج الكولاجين، وفي نفس الوقت كياخر لنا ظهور الشيخوخه المبكره. صافي، غنطبق المؤشر وغنخليه كيف قلت لكم ديما، المؤشر اي مؤشر كنشاركو معاكم كنطبقه على وجهي وكنخليه 5 دقائق حتى 7 دقائق عاد باش كنقوميه، باش كنستافد من دوك المكونات اللي درت انا في المؤشر، يعني ماشي غير كنديرو وكنحيدو سيغ بلاص، لا، كنخليه كنستافد اي حاجه كنديرها لوجهي، مكونات طبيعيه ما عندها فاش تضرك، الا ما نفعتك مستحيل وابدا انها تضرك. المهم الغزاله ديالي، غنطبقه على وجهي بحال هكا، واي حاجه درتوها للوجه ديالكم ديروها حتى للعنق ديالكم واليدين ديالكم.
ماما غزالات ديالي من بعد ما كتغسلي وجهك من المقشر اش غنقول لكم البنات، ترطيب خيالي، كتحسي بواحد الرطوبه بحال ديال الاطفال في البشره ديالتك، وواحد النعومه اللي ما نعاودش لكم، وكيحيد لكم دوك الاشور اللي كيكون عندكم في البشره، كيجدد لكم انتاج الكولاجين. هذا المؤشر زوين بزاف، غير ديريه وانا متاكده غترجعي تقولي لي شكرا لك ناديه. ودابا ان شاء الله غندوزوا للماسك اللي بغات تبيض البشره ديالتها، التبييض فوري من اول استعمال، وانا كنتحداك الا ما بيضكش من اول استعمال رجعي خلي لي كومونتير ديالك والغير اشتراك من عندي وخليكي معايا. وبالنسبه لمكونات الماسك غنحتاجوا واحد الحبه ديال البطاطا اللي كتكون متوسطه الحجم وما كتحيدوش لا القشره، غير غسلوها مزيان من برا. والبطاطا راه كاينه في كل البيت، المكونات اللي غنعطيكم راه مستحيل ما تكونوا ما يكونوش في الدار. صافي غتاخديها وغتحكيها في الحكاكه الرقيقه، ومن بعد حبيباتي غتاخدي واحد الصفايه وغتحاولي تصفي داك البطاطا، حيت حنا غناخدو غير الماء ديال البطاطا، والماء ديال البطاطا راه كيخفي التجاعيد، كيعالج الهاله السوداء، الانتفاخ اللي كيكون تحت العين كيبيض، كيوحد اللون ديال البشره وكيقضي على البقع الداكنه. وحنا دابا في فصل الشتاء، كتعرفوا البشره كتجف، والماء ديال البطاطا راه كيرطب البشره الجافه. والبنات اللي كيعانيو من انتفاخات تحت العيون، هاد البقايا ديال البطاطا ديريه في المجمد وبقاي تاخديه بارد وديريه تحت الاعيون ديالك. صافي من بعد غناخذوا داك الماء ديال البطاطا، حاولوا انكم تحركوه لان داك النشا ديال البطاطا كتهبط لتحت، من الاحسن تحركوه. تقريبا عندنا واحد جوج معالق كبار ديال الماء البطاطا هو هذا، وغنضيفوا عليه ملعقه كبيره من الدقيق الابيض، البيض الدقيق الابيض البنات اللي كنعجنوا به الخبز، راه الدقيق الابيض راه تيجدد الخلايا ديال البشره، كيفتح وكيبيض وكيعطي الرطوبه وكيبيض البشره السمراء وكيحيد الاوساخ الزيوت الزائده، كيشد البشره وكيحميها من التجاعيد. غنضيفوا منه معالقه وحده صافي، حتى كتحسي كتبقاي تخلطي في المكونين بجوج حتى كتحصلي على واحد القوام متماسك. وبالنسبه لهذا الماسك هذا غادي تحصلي على النتيجه من اول استعمال، لانه كيحيد التصبغات وكيفتح البشره ثلاثه درجات. الناس اللي كتعاني من الهالات السوداء راه ممتاز ليهم فعلا البنات، ماسك خطير بمعنى الكلمه. حتى التجاعيد، الا عندك تجاعيد رقيقه كتحسي بالبشره ديالتك ملي كديري هذا الماسك كتحسي بها بحال تجبدات البنات. صافي ملي كيولي القوام ديالو على هذا الشكل هذا، كنضيفوا ليه واحد الحبه ديال الجبن، اي جبن عندك، يا جبن مثلث يا جبن مربع اللي توفر عندك، كتضيفي غير واحد الحبه. والجبن راه كيقضي على البقع التصبغات، كيوحد اللون ديال البشره، كيعطي نعومه ونضاره، وكيساعد في التبييض لانه فيه واحد البكتيريا اللي نافعه اللي كتحميك من حب الشباب، وكيعالج عيوب البشره. والبنات اللي عندهم القميش في الوجه ديالهم، قميش فاش كانوا في الصغر، غير ديري يا اختي هذا الماسك وغتشوفي النتيجه بعينك ومن اول استعمال، وكنتحداك. صافي من بعد ما كتضيفي ديك الحبه ديال الجبن وكتحاولي انك تخلطيها مع المكونين حتى كتخلطوا، كيولي عندنا القوام متماسك، من اخطر الوصفات البنات. غير جربيه، ماسك متناول الجميع، مكوناته اقتصاديه والنتيجه خياليه، النتيجه غتحصلوا عليها زوينه، وغترجعوا تشكروني وترحموا لي الوالدين، وغتشوفوا بعينيكم انا غنشاركوا معاكم وغنطبقوا على وجهي، وغتشوفوا وجهي كيفاش كان قبل، وتشوفوا النضاره اللي عطاني في البشره ديالتي والتبييض. خليكم معايا. ودابا ان شاء الله غنطبقوا على البشره، غطبقي بهذا الشكل هذا، وما تنساوش البنات ديروا حتى تحت عينيكم، لان ماء البطاطا راه اش غنقول لكم، راه خطير خطير الهالات السوداء. والماسك يكون بحراره الغرفه، البطاطا ما تكونش بارده، تكون حتى هي بحراره الغرفه باش ما كتسدش لكم المسام ديال البشره. وهذا الماسك زوين، ها يعطيكم تبييض من اول استعمال، واحد التبييض خيالي. صافي غطبقيه على البشره ديالتك كامله، وغتخلي ما بين 20 حتى 25 دقيقه حتى ينشف تماما. نكمل معكم الطريقه كيفاش تحيدي الماسك من البشره ديالتك. صافي غطبقيه على وجهك كامل بحال هكا. وبالنسبه للماسك ديري ما بين 20 حتى 25 دقيقه، وديريه جوج مرات في الاسبوع زوين. الا عندك عراضه اولا مناسبه اولا كنتي خارجه جاتك خارجه على غفله، ديريه البشره ديالك كيعطيك تبييض من اول استعمال، وكيجبد لك البنات البشره كيجبدها. البنات اللي كيعانيو من التجاعيد الرائعه هذا الماسك راه زوين ليهم، وفي نفس الوقت كيحيد لكم الهالات السوداء، التصبغات، البقع الداكنه، كيوحد لكم اللون وكيعطيكم تبييض فوري. ماما غزالات ديالي انا من بعد ما طبقته غنخليه حتى ينشف تماما، وملي ينشف ان شاء الله نرجع نكمل معاكم وخليكم معايا. ديالي ملي كينشف ها انتما خليته 20 دقيقه كتحسي فيه نشف، ها انتما كله نشف. صافي كديتي تبرمي فيه بهذا الشكل هذا، بحال هكا كديتي تبرمي هكا كتبرميه كامل.
وبالنسبه للماسك غير يبان لك بدا كينشف على البشره ديالتك، ما تخليهش ينشف تماما، صافي كتبدي تبرمي فيه، لان ملي كتبرمي كتحيد دوك التصبغات، البقع الداكنه، كلشي كيتحيد في التبريمه ملي كتبدي تبرمي فيها، وكيعطيك واحد النضاره للبشره ديالتك وكيبيض البشره. البنات اللي كيعانوا من اسمرار البشره وداومتي على هذا الماسك ولو غير جوج مرات في الاسبوع، البشره ديالتك غتفتح 3 درجات. شوفوا النضاره اللي عطاني قدامكم، ها نتوما شوفوا بعينيكم، وخليكم معايا لاني مازال عندي لكم واحد المفاجأة اللي هي زوينة. الملاحظات ديالي، من بعد ما كتغسلي البشرة ديالتك بالما يكون دافي ومن بعد كتغسليها بالما يكون بارد البنات باش كتسدي المسام، وهذا الماسك هذا خطير البنات، خطير للبشرة، كيعطيك تبييض فوري من اول استعمال، وفي نفس الوقت كتحسي بالبشرة ديالتك مشدودة، يعني حتى عندك تجاعيد رقاع ما كيخليهمش، زوين وكيعطيك واحد النضارة. وكيف كنقول لكم ديما، انا كيعجبوني الماسكات اللي كيحفزوا انتاج الكولاجين، وهذا الماسك هذا خطير. صافي، من بعد حبيبتي كترطبي وجهك باي حاجه كترطبي بها، انا كيف قلت لكم راه كنستعمل زيت اللوز الحلو مع زيت السمسم مخلطين مطحونين عند العطار، وكنرطب بهم البشره ديالتي. وبالنسبه للتوقيت ديال الوصفات الطبيعيه، كديريهم في فتره المساء، صافي كديريهم للبشره ديالتك وكتخليه ترطيب حتى الصباح، صافي كديري واحد شويه الماساج حتى الصباح، وكتنوضي كتغسلي البشره ديالتك وكديري الروتين اليومي ديالك. وبالنسبه للمفاجاه اللي دايره صحاباتي وخواتاتي والامهات اللي كتابعني وكتثق فيا، فرصه عمل بالنسبه للسيدات اللي كاينين في اوروبا، الا بغيتي تخدمي على راسك وتحقق المستقبل ديالك وتوصلي لاحلامك حتى نتيا، وتكون عندك خلصه شهريه ويكون عندك حتى نتي سالير شهري، تواصلي مع الاخت هاي، الرقم التليفون ديالها هو هذا، تواصلي معها غتشرح لك كل شيء، وغتوصلك غتشد بيديك حتى انت حتى توصلك لداك الشيء اللي وصلت ليه. شركه ديال المنتوجات الطبيعيه، كتبيع البرودويات طبيعيين، منتوجات ديال سويسرا وديال فرنسا، شي حاجه غارانتي، ما عندك مناش تخافي، زائد ان الاخت غتشد بيديك وغتشرح لك كل شيء حتى توصلي حتى انت خلصة شهريه، سواء بغيتي تخدمي بوحدك او لا بغيتي تخدمي مع فريق، انت واللي بغيتي، المهم الشركه غتخلصك سواء بوحدك او لا مع فريق، اي حاجه درتيها الشركه غتخلصك فيها. وبالنسبه للاخت حفيظه، راه عندها قناه في اليوتيوب، الا بغيتي تعرفي عليها اكثر وبغيتي حتى انت تدعميها، غتلقاو قناتها في اول تعليق مثبت غنخليه لكم، وغتلقاو رقم التليفون ديالها حتى هو في صندوق الوصف، دخلوا عند القناه ديالها ودعموها، وان شاء الله غتشرح تحط فيديو غتشرح لكم فيه كل شيء، واللي بغات تخدم وبغات تحقق حداتها وتكون هي سيده اعمال، ان شاء الله تواصل معاها وما يكون غير الخير، خليكم معاها غتشرح لكم باش تفهموا اكثر. فرصه مشروع لكل سيده ساكنه في اوروبا، في منتوجات تجميليه طبيعيه بيغان ناتورال مصنوعين في احسن لابوراتوريوس في العالم، سويسرا مثلا، باريس، روما الى اخره، مكونات كلها طبيعيه، منتوجات علاجيه لجميع انواع البشره، بامكانك تخدمي معنا تبيعي وتشري المنتوج، وكذلك تكوني فريق وغتخلصك الشركه بالمجهودات كاع اللي كتعملي مع الفريق. اذا لشروحات اكثر وتفاصيل اكثر، تواصلوا معايا في الرقم التليفون، غادي نكون ان شاء الله في الانتظار الميساجات ديالكم والمكالمات ديالكم. والميساج هنا مخصص للسيدات الجادات والسيدات الطموحات والقادات اللي باغيين يخدموا على راسهم، حيت البنات هذا مشروع عمل ماشي انخراط، وغتربحي فلوس خاصكي تخدمي، واضح؟ لتفاصيل اكثر طبعا تواصلي معايا، ومرحبا بك ان شاء الله. كاع المعلومات غنقدمها لك غراتويت. مع السلامه.